يتم بطلانها وفي النقد والإبرام كذلك. نعم. إذن علاش كاين الستين الابتدائي والاستئناف والنقد والإبرام؟ لأن تكون هناك أحكام ظالمة في المرحلة الابتدائية. اليوم رحنا في القضاء ماشي أنا خارج على القضاء. نعم. كان مرحلة استثنائية تعيشها مدينة فاس من ناحية بعض القضاة وبعض الأفراد في النيابة. طيب سي حميد شباط، وصلنا نهاية البرنامج، غير فقط ثلاث أسماء بثلاث تعليقات. أحمد بن صديق صاحب مشروع 12 قرنا على بناء مدينة فاس. أولا هذا مشروع دولة وليس مشروع بن صديق. بن صديق كان مديرا عاما في مؤسسة مولاي يعقوب سوتيرمي، عشت معه سنتين. يمكن نقول لك أنه ما كانش هناك توازن، وكان غادي أثرنا على هذه الحمة بحيث خلق فيها فتان على أن الحمة ستنهار على الوافدين إليها، والوافدين المولى يعقوب هما مليون سنويا. إذا السي بن صديق مشى هذه 8 سنوات والحمة لا زالت قائمة. نعم. إذا أظن أنه في حاجة إلى طبيب أو مروان.